أهلا بيكم، أنا سامي من فوزي أكاديمي. النهاردة هنتكلم على إزاي نغير المظهر التقليدي لكروم ونخليه مليان ألوان زي ما أنتوا شايفين، سواء في الخلفية أو على حتى البرواز. ودي مسألة سهلة جدا وممتعة، ولما بنغيره بيتغير من خلال حساب جوجل، بحيث ممكن تشوفه لو استخدمت أي جهاز آخر في أي مكان آخر، لأنه هيكون محفوظ. طب ازاي نعمل الحكاية دي؟ بنفتح كروم وبنروح على مور اللي هي فوق دي، بتديني سيتنج، نوصل لسيتنج منها لأبيرانس، ومن أبيرانس نروح على الثيم، ومن الثيم في زي اللينك بيوديني على جوجل كروم ثيم. طبعا زي ما انتم شايفين الاشكال المختلفة، بنجرب اللي احنا عايزينه واللي بيلاقينا بنختاره. فانا اذا ضغطت على واحدة من دول هنا بنقول له add to chrome، بيشيك وبيحملها وبتبقى موجودة على الفور زي ما انتم شايفين. لو مش عجباني اقول شيلها. بنروح تاني للسيتنج وللابيرنس وللثيم وبنقول له reset، فبيرجعني كما كنت زي ما انت شايف كده. طب اذا ما حصلتش الحكايه يبقى انا عندي مشكله، واحاول اعمل ريسيتنج للكروم. شكرا ليكم، شيروا هذا الفيديو واشتركوا في القناه.